أصدقائي، لا ترموا قشور البطاطس. أول طريقة للاستفادة منها كسماد يغذي نبتتك هو تجفيفها وطحنها حتى تصبح على شكل بودرة، وبعد ذلك نضيفها للتربة. نخربش سطح التربة ونروي مباشرة، ومبروك عليك بوتاسيوم وحديد وزنك وكالسيوم بشكل طبيعي. ثاني طريقة، خذ قشور البطاطس انقعها في الماء لمدة 24 ساعة، بعدها سيصبح المحلول بهذا اللون. اسقي به نباتاتك كلها وبدون استثناء لتستفيد من النشاء وفيتامين جيم والبوتاسيوم، يعني سماد قوي جدا، وفقط من قشور البطاطس التي نرميها. مرحبا بكم يا أصدقاء. بين يدي الآن كأس به مادة صفراء اللون، إنها الكركم. نقعت ملعقة كبيرة من الكركم في لتر ماء وتركته 6 ساعات في الماء، بعدها خففته، والآن سأستعمله لنباتاتي. إذا سألت عن فائدة الكركم للنباتات، يكفي أن أقول الكركم سيجعل أوراق نبتتك خضراء وجذورها قوية ومناعتها مرتفعة. السبب هو احتوائه على نسب عالية من الفوسفور ومغذيات أخرى يحتاجها النبات، على رأسها ليس فيتامين واحد فقط، بل فيتامينات B12 وفيتامين C وفيتامين ألف ودال. الكركم غذاء للنبات، وكذلك يمنحه المناعة ضد الأمراض. جربه واشترك الآن في بذرة. أهلا وسهلا بكم. إذا كنت تزرع في المنزل أو تزرع في الحدائق والحقول، فإن نطر الرماد وإضافته للتربة لتخصيبها مسألة لابد أن تعرفها، لأنها أصلا معروفة منذ القدم. رماد الخشب يحتوي على نسب كبيرة من الفوسفور والبوتاسيوم، ويحتوي كذلك على الحديد والبورون والنحاس والزنك. رماد الخشب يحمي النبات من عدة آفات، على رأسها المن والخنافس والثاقبات وآكلات السوق ويرقات الجذور. ورغم أنه وسط قاعدي يرفع قاعدية التربة، فإنه يمكن معادلتها بإضافة الخل أو الكبريت. الرماد جد مناسب للنباتات المحبة للكالسيوم، وعلى رأسها الطماطم. جربه وسترى نتائج مبهرة. اشترك الآن. القرنفل وورق الغار، أي ورقة سيدنا موسى، سنصنع منها أقوى مبيد حشري وفطري طبيعي للنباتات، يقضي على المن والنمل والعناكب وآفات وأمراض النبات. فلا داعي لشراء مبيدات كيميائية. خذ لتر ماء وضع فيه 7 حبات قرنفل مطحونة و7 من أوراق الغار. اترك هذا المحلول لمدة 12 ساعة وهكذا سيصبح لونه. نخففه للنصف ونرش به النباتات المصابة. إذا كنت تريد القضاء على المن، أضف للقرنفل والغار الصابون. وإذا كنت تريد محاربة النمل، أضف القليل من القرفة، وأضف رأس توم إذا كنت تريد التخلص من العنكبوت وذبابة الفاكهة وبعض المشاكل الفطرية. رش مرة كل 5 أيام ولمدة 15 يوما، وسترى نتائج ستفرحك. اشترك الآن. مرحبا بكم. هذه قشور موز قمت بتجفيفها وطحنها، وهذه بقايا قهوة أيضا مجففة ومطحونة. سأضيف مكون ثالث وسنحصل على أقوى بديل لسماد العشرينات الذي يحتاجه أي نبات كيفما كان نوعه. نمزج قشر الموز الغني بالبوتاسيوم مع بقايا القهوة التي ستعود لنا نقص النيتروجين، ونضع هذا المزيج حول ساق النبات. بقي الآن الفوسفور لتقوية الجذور، وهذا هو المحلول الذي نقعنا فيه الفاصوليا أو العدس أو الشوفان، وكلها غنية بالفوسفور. نسمد أي نبات بهذا المحلول القوي مرة كل 20 يوما، وستفاجئك النتيجة. 3 مواد عضوية أعطتنا أقوى سماد يحتاجه النبات.